انا مثلا مع مستشار يعني احكي لنا تفاصيل جلسه رشوه الجمارك الكبرى النهارده اللي معقده في التجمع الخامس، احكي لنا تفاصيل الجلسه واللي حصل وتفاصيل القضيه نفسها. هي الجلسه كان محدد ليها جلسه اجرائيه عاديه خالص، الدفاع طلب بالاطلاع على الاوراق لان الاوراق القضيه 3200 ورقه ولسه متصوره للدفاع كله تقريبا من اسبوع واحد، فما حد الدفاع ما لحقش يطلع عليها، فطلبوا اطلاع على القضيه وهتتاجل الاطلاع على القضيه وابداء الطلبات، لسه فيها طلبات، لسه القضيه فيها مشوار طويل امام القضاء. لما تفاصيل القضيه، هي القضيه بدات في شهر 11 اللي فات بمحضر تحريات من الرقابه الاداريه وخدت اذن نيابه بمراقبه المكالمات. القضيه بتدور حول الاسواق الحره والجمارك المصريه. القضيه فيها 17 متهم، بعضهم موظفين في شركه الاسواق الحره اللي هي بقت شركه اسمها شركه النصر بين قوسين جسور، لان هو في قرار دمج طلع لشركه مصر للتجاره الخارجيه والاسواق الحره بقى اسمهم شركه النصر للاستيراد والتصدير. الوقائع القضيه بتبدا ازاي؟ ان المسافر من حق المسافر المصري او المواطن المصري لما يجي من بره بعودته من مصر خلال 48 ساعه يتمتع باعفاء جمركي، بيروح يشتري بضاعه من السوق الحره خالية من الجمارك والضرائب بتمنها الفعلي، بس بشرط يدفع تمنها الفعلي ده بالعملة الصعبة. وده الدولة عاملاه نظام علشان تشجيع، بدل ما انت تشتري السجاير او الخمور او الساعات او المباريات من بره، لا تعال اشتري من هنا وانا هديها لك بسعر بره من غير ما اخد عليه جمارك او ضريبة، وهتاخد عليها اعفاء، بس بشرط لازم الكلام ده يتم خلال 48 ساعة من وصولك لارض مصر. وعاوز اقول لك مثال، مثلا الخمور، مثلا الخمور الضريبة الجمركية بتاعتها 300%، يعني لو ازازه الخمره بتتباع بدولار بواحد دولار في السوق الحره، يبقى بتتباع بره لو انت دخلتها مصر هتبقى ب 300 دولار الضريبه الجمركيه حسب نص 300%. فايه اللي بيحصل؟ التاجر التجار بدون تحديد او توصيف، تجار الخمور او السجاير بياخدوا بيتفقوا مع المسافرين العائدين لارض مصر عشان بياخدوا منهم جوازات السفر بتاعتهم ويروحوا يجيبوا بجوازات السفر ديت الخمور والسجاير بتاعتهم ويستفيد هو من يدخلها، وده ممنوع قانونا حسب قانون الجمارك. المفروض التاجر ما يشتريش، ده خاصه بالمواطن بس، هي خاصه بالمواطن وبيتم استغلالها من التجار بالظبط. فالتاجر بيروح مجمع جوازات السفر بتاعه فلان وفلان 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 ويروح ياخدهم ويروح يشتري بيهم الحاجه دي ويبدا يبيعها هو ويخسر فيها. وقائع القضيه بتاعتنا، التاجر ما عملش كده، هو منسوب للمتهمين، منهم المتهم بتاعي اللي هو المتهم الثامن، منسوب للمتهمين ان هم زوروا فواتير وزوروا جوازات سفر خلاص كده باعداد بلغ عدد الفواتير اللي محرزه في القضيه 37396 فاتوره، 37396 فاتوره بدءا من شهر يناير 2023 لحد 14/1/2024 اللي هو تاريخ القبض على المتهمين، يعني تقريبا على مدار سنه. هم حسب تحقيقات الرقابه الاداريه، وانا متحفظ طبعا على الكلام ده كله، في دفاع ينفي تماما عن المتهم بتاعي تحديدا، الفاتوره كان بياخدوا على الفاتوره من 200 ل 300 جنيه على الفاتوره الواحده، وكانوا بيعملوا منسوب ليهم في الرقابه الاداريه ان هم كانوا بيعملوا فواتير ما بين 200 فاتوره و250 فاتوره في اليوم. وده بيسبب ايه للدوله؟ بيسبب للدوله ان هو التاجر بياخد البضاعه دي معفيه من الجمارك والضرايب ويبدا يبيعها بره هو باسعار الاسعار اللي المغالاه فيها، فبيضيع على الدوله الضريبه الجمركيه والضريبه العامه بتاع على الصنف ده بس. والاصناف المضبوطه او محل القضيه كلها خمره وسجاير، عشان بس خمره وسجاير. طيب تفصيل اتهام موكل بتاعهم في القضيه، الاتهامات كلها واحده، منسوب ليهم المتهم بتاعي مامور جمرك، منسوب له ان هو خد رشوه، كان بياخد مبلغ في الاسبوع من 10 ل 15000 جنيه، منسوب له برضه كده من 10 ل 15000 جنيه في الاسبوع، وزور الفواتير، منسوب لهم كلهم الاتهامات دي، رشوه وتزوير. من 10 ل 15000 جنيه في الاسبوع. اما القضيه كلها 10 مليون جنيه، 10 مليون وكاس، 10 مليون وكاس. الرقم اللي ضيعوه على الدوله في فرق لا الجنة. ده في تقرير من اللجنه وده انا متحفظ عليه برضه، بيقال ان الرقم اللي ضيعوه يناهز المليار جنيه. المليار جنيه ده فرق السعر، ان هو فرق لا الضريبه، ما زي ما قلت لك يعني ازازه الخمره مثلا بدولار بتتباع بره ب 300 دولار، فهم بيحسبوا الفرق الضريبه بالظبط، هم ضيعوا المبلغ ده على منسوب لهم كده. تمام. بس النهارده يعني بعض المحامين طلبوا اخفاء سبيل المتهمين، في متهمين ما بيحضروش او هم مخلى سبيل؟ لا ما فيش متهمين، هم 17 متهم منهم 11 واحد محبوس والسته التانيين نازلين هاربين.
بما فيهم حتى الراشي، بما فيهم الراشي محبوس. بيمارسوا نشاطهم العملي بشكل طبيعي؟ أنا ما أعتقدش، أنا ما أعتقدش، لأن هم لو بيمارسوا رقابة الإيدية هتقبض عليهم. تمام. النهاردة حضراتكم يعني بعض المحامين طلبوا التأجيل، ليه التأجيل؟ ما أنا بقولت لك مفردات القضية كبيرة، 3200 قضية ورقة، ده عدد كبير، فهم عاوزين اطلاع ولسه في طلبات تانية. يعني أنا لسه ما قدرتش النهارده طلبات خالص، أنا ليا طلبات مختلفة تماما عن الأساتذة طلبوا النهارده. طبعا كل واحد بالظبط بالظبط بالظبط. طيب الواقع بالنسبة للمتهمين كانت بدايتها في طبعا تقرير من الهيئة القضائية، من الرقابة الإدارية. الرقابة الإدارية عملت تحريات وخدت اذن نيابه امن الدوله في 25/11/2023، ومراقبه التليفونات بدات بتليفون مديره الفرع. الواقعه دي كلها خاصه بفرع واحد من شركه النصر، اللي هو الفرع بتاع رخصي او الميرلاند. ده فرع بتاع رخصي او الميرلاند، ده فرع بتاع الاسواق الحر. كل الموظفين اللي في الفرع ده اتقبض عليهم وقبض عليهم، واللي كانوا في الفرع واتنقلوا اتقبض عليهم بره، لان الموضوع الرقابه الاداريه بتقول في تحرياتها ان هم كلهم كانوا بياخدوا رشاوي من تاجر الخمور والسجاير علشان يضربوا او يزوروا الفواتير، وثبت ان الفواتير مزوره فعلا. طبعا الطب الشرعي ما قدرش يفحص كل 37000 فاتوره، فاخد عينه عشوائيه من 37396 فاتوره. 37396 فاتوره رقم الرقابه الاداريه. مسكت حد من المتهمين متلبس بالرشوه؟ لا، الرقابه الاداريه عن طريق التليفونات، عن طريق التليفون. بس الرقابه الاداريه عملت حاجه يحسب لها بصراحه ربنا، راحت المخازن بتاعت التاجر، فلقيت ان البضاعه اللي اتاخدت، ودي نقطه صدروا، يعني البضاعه اللي اتاخدت واللي دفعت فيها الرقابه الاداريه دفعت فيها رشوه راحت مخازن التاجر. الرقابه الاداريه دخلت مخازن التاجر مع الجهات الرقابيه او الضبطيه القضائيه، ولقوا في البضاعه دي فعلا موجوده في مخازن التاجر. تم متصدره البضاعه؟ بالظبط، متصدر البضاعه كلها خمور وسجاير. بس خمور وسجاير وانواع مختلفه من الخمور، بقى في تقرير كبير قوي، انواع مختلفه ما بفهمش فيها. ده المكسب اللي بيبقى كبير في الحته دي، كبير قوي كبير جدا. يعني انا حتى لما قعدت اقرا ارقام 800 مليون و500 مليون ما كنتش متخيل المبالغ، حجم المبالغ. وبصراحه ربنا لو انا قريت القضيه دي قبل ما احدد اتعابي كنت عددت اتعابي على 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 المبالغ دي. بس انا للاسف خلاص انا اتفقت وخدت اتعابي يعني. فلما شفت المبالغ، لا مبالغ تخض، مبالغ تخض. بس المتهم بتاعي يعني حته صغيره فيه، مالوش فيها قوي يعني. عندنا معلومه عايزين نتاكدها يا دكتور، ان اللي اكتشف الواقع اصلا تجار الخمور نفسها. ممكن في معلومه بتقول ان اساس القضيه، بس انا دي مش ورق، بس دي معلومه من بره الورق، ان اساس القضيه ان تجار الخمور لقوا ان زميلهم التاجر دوت بيبيع الخمور اللي هم بيجيبوها. ما هم تاجر الخمره ما بيدخل الخمره عشان يبيعها، وتحديدا في المناسبات راس السنه او اعياد الاخوه المسيحيين او المناسبات اللي هو بي 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 او في الاعياد في الاعياد او في حاجه زي كده. تاجر الخمور لما بيدخلها بمحمله بالضريبه اللي هي 300%. فلما بيبدا يبيعها بيحط المكسب بتاعه فوق ال 300%، فلقوا ان التاجر دوت بيبيع اقل من الكلام ده كله. فالواقعه بدات من هنا بالظبط. فالواقعه المعلومه بدات من هنا ازاي بيه يعني ازاي. ما هو في ضريبه مفروضه 300% على الاقل، او فرق كبير قوي يعني، فرق كبير جدا. فهو ده اللي عمل في السجاير والخمور تحديدا، السجاير والخمور. طب حضرتك الكميات المضبوطه مع المتهمين تقدر بقد ايه؟ كميات ايه؟ كميات الخمور اللي عند التاجر؟ التقرير قال ان هي تزيد عن 500 مليون. يعني في تقرير من الجمارك راح عينه قال لك ان تعدي 500 مليون جنيه، 500 وكسر، 500 مليون وكسر. تمام تمام. حضرتك حابب تضيف حاجه ثانيه في النهايه؟ عاوز اقول برغم ان انا قلت ده كله خلاص كده. هو الرقابه الاداريه شغاله والجهات الرقابيه شغاله كويس قوي، بس ده ما يمنعش ان احنا بندافع عن المتهم بتاعي. والمتهم بتاعي انا عندي ادله كتير قوي ان هو راجل، مش عاوز اقول يعني لفظ، راجل يعني ضعيف، وكان بيسمع الكلام وبينفذ اوامر رؤسائه. خلاص اعمل امضي شيل مرغم. هو طبعا ما ينفعش ينفذ اوامر رؤسائه فيما يخالف القانون، بس هو للاسف هو نفذ اوامر رؤسائه فيما يخالف القانون. ده راجل عيان وعنده خمسه وعنده ثلاث اولاد، اكبرهم عنده 28 سنه، وكان ناقصه في سنتين ثلاثه ويطلع على المعاش. بس للاسف شخصيه ضعيفه ومهزوزه، وهو ده اللي وقعه في كان بيسمع الكلام. بالاضافه بقى انا ما بدافعش عن الفساد، دي مهمه قوي.
انا في فرق بين ان انا بنتقد الجريمه وان انا دافع عن متهم بالجريمه. فرق كبير قوي ان انا ادافع عن جريمه وان انا دافع عن متهم في الجريمه. المتهم ده ليه اساس، ليه وانسان، ولازم حد يدافع عنه. ومن زمان خالص من ايام القران نفسه سيدنا موسى عليه السلام في سوره القصص لما قال ربنا تعالى، لما ربنا سبحانه وتعالى نده ربنا وطلب من ربنا، طلب من ربنا ان هو يستعين بهارون اخوه، ماشي، وقل ربي ان هارون اخي هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان اني اخاف ان يكذبون، لان سيدنا هارون كان افصح لسانا من سيدنا موسى، فهو دي اساس المحاماه واساس الدفاع. فانا ما بدافعش عن جريمه. متابعي ومشاهدي موقع مصر، وده كان لقاءنا مع احد دفاع المتهمين في قضيه رشوه الجمارك الكبرى واللي فيها تفاصيل كتير. النهارده كانت اول جلستهم، ومعظم المحامين طلبوا باجل للاطلاع، واستمعت هيئه المحكمه لامر الاحاله المتلى من ممثل النيابه العامه. محامين كتير طلبوا ان طلبوا إخلاء سبيل موكلينهم وأجل للإطلاع، ورفعت الجلسة وفي انتظار القرار. كان معانا أحد محامي المتهمين واللي كشف لنا تفاصيل